حقيقة على أن هذه الندوة ستميت الليتام عن العديد من القضايا وستعطي نفسا بل أنفسا للمتتبعين والمهتمين بالشأن المغربي وخاصة بقضية وحدتنا الترابية. هذه الندوة ستكون لها بصمات وستكون لها وقفة مع التاريخ في معرض الكتاب لكي نستحضر الكتاب ونستحضر الحمولة الثقافية الموثقة بوثائق العلمية للحديث عن جزء غالي من تاريخ المغرب وعن ما قام به الآباء والأجداد من تضحية الجسام بمعية السلاطين لنعيش أحرارا كراما في مغربي اليوم. حقيقة على أن القضية الوطنية رغم 47 سنة من الأشواك القادمة من جهة الشرق من أعداء الوحدات الترابية قطار التنمية وقطار الدفاع عن الوحدات الترابية في نمو وفي اضطراد يوما بعد يوم، ذلك بفضل أولا السياسة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين السياسة الملكية التي استطعنا من خلالها نشر السلم والمسالمة والدفاع عن وحدتنا الترابية والقول على أننا في طريق سوي عندما نرى العديد من الدول الأوروبية والأمريكية والأسيوية تتكالب على الاعتراف بحقوق السيادة على الأقاليم الجنوبية ناهيك عن الدبلوماسية الرسمية الوزارية والبرلمانية ودبلوماسية المجتمع المدني. واليوم من خلال هذا اللقاء سوف نستحضر هذا الدور الدبلوماسي الذي يقوم به كذلك المجتمع المدني للحديث عن العديد من المحطات المشرقة بل المحطات النيرة في تاريخ المغرب ألا وهي القضية الوطنية بأبعادها السياسية أبعادها الحضارية أبعادها الدينية إمارة المؤمنين أبعادها الثقافية. ونحن في معرض الكتاب لا شك على أننا سنقدم الحجج العلمية الأكاديمية الدامغة عن حقوقنا السيادية ونستحضر كذلك العلاقات الدولية للمغرب من خلال العلاقات المتشعبة مع الدول السكندنافية التي اعترفت لنا منذ أكثر من 300 سنة بحقوقنا التاريخية وكذلك العلاقات المغربية الأمريكية الخاصة بالصحراء المغربية مع محمد الثالث ناهيك عن السلطان مولاي عبد الرحمن وما قام به من أيادي بيضاء علوية محمودة للدفاع عن الشعب الجزائري ومده بالسلاح للحصول على استقلاله. اليوم تأتي هذه الندوة لتجيب عن العديد من القضايا التي ما تزال محجبة أو مغيبة من طرف الإعلام الأجنبي لنقول على أننا أصحاب حق ولنا الريادة العلمية التوثيقية للدفاع عن وحدة الترابية. في تقديري النجاحات المتتالية التي يعني يجمعها المغرب أو يصل إليها المغرب فيما يتعلق بالدفاع عن موقفه المبدئي والثابت والأصيل والعادل بخصوص مغربية الصحراء هي نجاحات آتية من مجموعة من المعطيات أو مجموعة من المصادر أو مجموعة من العوامل. في مقدمتها الموقف القانوني أو الموقع القانوني. المغرب دائما دافع عن مغربية الصحراء باعتبار سيادة المغرب على صحرائه سيادة قانونية بالتاريخ بالماضي وأيضا بالحاضر وبرغبة السكان، وهذا منذ البداية يعني منذ أن بدأ المغرب يطرح القضية في المحافل الدولية بعد أن وضع القضية أو طرحها على أنظار اللجنة الرابعة في العام 1958 وفي الكلمة أو الخطاب التاريخي للمغفور له محمد الخامس ربط هذه المعطيات ببعضها البعض تاريخ والوقائع التاريخية ووقائع البيعة القانونية إضافة إلى رغبات السكان إضافة إلى أن الاستعمار الإسباني في يوم من الأيام لم يكن وجوده لا شرعيا ولا نابعا من رغبات السكان ولا ما إلى ذلك ولا حتى الدعاية يعني الإسبانية منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى العام 1975 لم تكن دعاية مبنية على أي أساس قانوني باعتبار أن فكرة الأرض بلا صاحب لم يكن لها في يوم من الأيام أي موقع أو أي معنى أو أي صبغة قانونية. العامل الثاني الذي دافع به المغرب عن مغربية الصحراء هو أن هذه المعطيات هي التي ولدت عناصر الدفاع منذ العام 75. حدث المسيرة الخضراء هو كان حدث اندماج جميع مكونات الشعب المغربي في الترافع والدفاع عن هذه القضية بطريقة سلمية سياسية قانونية أخذت كل الأبعاد خيرات يعني المؤسسات كلها في المغرب في الفترة التي كانت فيها الحرب على أشدها بين المغرب وبين بوليزاريو من 75 إلى 91 ولا في الفترة فترة ما بعد 91 ودخول يعني الملف في مرحلة
يعني التسوية السياسية أو النقاش السياسي أو ما إلى ذلك. في الحقيقة حينما نأخذ حتى هذا المستوى مستوى الدبلوماسي الذي بدأ مع اتفاق وقف إطلاق النار إلى اليوم، نجد أنه لكي تكون للمغرب دبلوماسية رسمية قادرة على أن تتصدى لهذا الملف في المحافل الدولية في الأمم المتحدة في المنظمات الدولية في غيرها، انخرطت في هذا حقيقة فعاليات مدنية في مقدمتها الجامعة المغربية، دبلوماسيون المغاربة يعني منذ التسعينيات إلى الآن هم خريجو الجامعات المغربية، النقاشات القانونية التي دارت في الجامعات المغربية في مختبرات البحث في القانون الدولي كلها ساهمت دائما في تقوية أطروحات المغرب أو ترافع المغرب أو حتى المبادرات السياسية والقانونية التي يطرحها المغرب. اليوم الدبلوماسية المغربية الرسمية، أتحدث عن الدبلوماسية الرسمية، هي منبعها المباشر الجامعة المغربية والنقاش القانوني المغربي والفقه الفقهاء القانون المغاربة وما إلى ذلك. موازاة مع هذه الدبلوماسية الرسمية بهذه الصيغة بهذه الصبغة، هناك أيضا حضور قوي جدا الآن للمجتمع المدني للإعلام لوسائل التواصل الاجتماعي، كلها تسير في اتجاه تقوية اللحمة الوطنية وتقوية الشعور الوطني وحتى الترافع بعلم عن القضية الوطنية. إذن هذه النجاحات التي يصل إليها المغرب بفضل تضافر مجموعة من العوامل التي كلها تأتي في سياق ثبات على المبدأ دفاع عن الحق، دفاع عن الحق بالحقيقة، دفاع عن الحق بالحقائق، وهذا هو أهم ما يعني يمكن أن نستشفه من مسار نجاحات المتلاحقة للدبلوماسية المغربية بخصوص هذا النزاع المفتعل.